ديالنا ان الخطه التاليه هو اننا السيد الدويله العام. هذا الاجتماع هذا هو تحضير بالنسبه للاجتماع اللي غادي يدار نهار الاحد 29 يناير مع الساعه 10 صباحا باقامه الموحدين ميراج. وغادي يكون هذا المجلس الوطني هو عباره عن هيكله المجلس وضخ دماء جديده بهذا المجلس الوطني اللي ديال المنظمه الديمقراطيه للشغل. احنا كقطاع التعليم احنا جزء لا يتجزا من هذا المجلس الوطني، ولدينا بعض الاشياء التي سنقوم بها من ضمنها القطاع الخاص. غادي نحاولوا ننظموا واحد المكتب جهوي يكون على الصعيد ده جمع اللي غادي يدار بالنسبه لخلق واحد كتابه جهويه بالنسبه للتعليم الخصوصي. اما فيما يخص الاتفاق ديال الحكومه مع النقابه الاكثر تمثيليه ديال 14 يناير، احنا بالنسبه لنا كمنظمه ديمقراطيه للتعليم كنقابه على صعيد الجهه كنشوفوا على ان كاين واحد النوع من التذبذب، واحد النوع من عدم الجديه في اتخاذ بعض الاشياء، لان كنشوفوا على ان النظام الاساسي يتماطلون في اقرار هذه المساله وفي الحسم في النظام الاساسي بالنسبه للنساء ورجال التعليم، لان هذه المساله هذه بدات في 2014 ولا زالت يتماطلون في تسيير هذه الاشياء. وكاين واحد الفئه عريضه اللي كتخرج اما تقاعد نسبي او تقاعد كلي ولا تستفيد من الملفات العالقه، وهذه الملفات العالقه بقات حتى هي كتراوح الرفوف، ومساله اللي كتخلينا اننا ما كان كيولي عندنا واحد النوع من الاحباط هو ان ما كايناش واحد الجديه واحد التفاني في العمل بالنسبه للنقابات الاكثر تمثيليه. احنا نحاولوا احنا ما عندنا حتى شي اشكال، احنا عندنا فئات عريضه في النساء ورجال التعليم، وما يضر نساء ورجال التعليم يضرنا، اذا لذلك فنحن نغتاظ ولا نتفق مع الكيفيه التي نوقشت بها هذه المسائل، ونتمنى صادقين على ان المساله تمشي بجديه ويخرجوا مراسيم ويخرجوا قوانين ويحاول باش كل واحد ياخذ حقه وما تبقاش المسائل تولي مشتة. انا ولينا كنشوفوا تنسيقيات، كنشوفوا بزاف ديال الاشياء اللي هي ما تتسرش رجل التعليم. لذلك كنشوفوا قطاعات اخرى اللي هي بحال الصحه، بحال القطاعات اخرى اللي هي تابعه للدوله وما فيهاش هذه المشاكل اللي كاينه دابا عندنا حنا في التعليم. اذا كنحثوا الحكومه والنقابات كاصدقاء ورفاق يحاولوا باش يعملوا بجد ويحاولوا ياخذوا هذه الامور هذه بمساله من الحزم والمسؤوليه.